كذلك الأمر اسمعوا عميد المسرح الفنان الكبير يوسف وهبي شو عم يحكي عن هذا العظيم فريد الأطرش. تفضل. فريد الأطرش ده صديق العمر وأخوي الصغير منذ أن بدأ عند بديعة مصابني في شارع عماد الدين، ورغم ذلك كان بيجي يزورني هو وبشارة الوكيم من يوم لآخر في مسرح رمسيس. حتى كان الأول بدأ ببنطلون قصير، كان دائم المرح، يشعر دائما ويشعرك بالسعادة، يخليك تحس إنك أمام فنان كامل لكنه لسه وردة مقفولة عايزة تتفتح، تفيض بالعطر، تفيض بالفن، وله طابع. أهم شيء عند الفنان أن يكون له طابع. فريد الأطرش شخصية ذات طابع، وفنان موسيقار وصل إلى فنه بجهده وبقدرته على تلقي كل ما يشاهده أمامه من أعمال ثم يختلف عنها، يعطي موسيقى جديدة. معظم موسيقاته كانت مرحة لكنها خفيفة، ثم أي إنسان يطرب لها، في ناس تطرب لفنان كلاسيكي، في ناس تطرب لطابع خاص، لكن فريد الأطرش كان بيديك اللون الشرقي الصح الكامل المعاني الطعم اللي يسعدك وانت بتسمعه، كأنك بتأكل شيء لذيذ، بتشم رائحة جميلة. وهو نفسه كان شخص جميل، رقيق العاطفة، مرح وكريم إلى أقصى حد. وظل فريد الأطرش صديق لي إلى آخر أيامه، بحيث أن معظم الأفلام اللي كان بيعملها فريد كان بيطلب مني أني أشترك معه، وكنا سعداء في هذه الشركة.